أعلنت بورصة البحرين أنه اعتبارا من يوم غد الاثنين وبناء على الدعوة التي أعلنها مصرف البحرين المركزي، يمكن للمستثمرين البحرينيين وغير البحرينيين الاكتتاب مباشرة من خلال السوق الأولي بالبورصة في إصدار سندات التنمية الحكومية رقم 22 بحجم يبلغ 100 مليون دينار بحريني، والذي أصدره مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين، وذلك بإعطاء أوامرهم للوسطاء المسجلين في بورصة البحرين ومن ثم تداوله في السوق الثانوي من خلال بورصة البحرين فور إدراجه، والذي من المتوقع أن يتم بتاريخ 24 من يناير الجاري. وتمثل سندات التنمية الحكومية أداة مالية يصدرها مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين، وتضمن حكومة مملكة البحرين إصدار سندات التنمية الحكومية ضماناً مباشراً.